في طمأنينة، يعلم قال كما قال بعض الصالحين قديما، قال: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأنت نفسي، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، فما أحد يأخذ رزقك في مكانك. والشاعر يقول: توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت تجهل عنوانه فرزقك يعرف عنوانك. إذا كنت لا تعرف أنت عنوانه فإن رزقك يعرف عنوانك وسيأتيك، يطرق عليك الباب. وقد وقع هذا في تاريخنا، لذلك الشاعر الذي ذهب إلى الخليفة في دمشق، فلما دخل عليه قال: ماذا تريد؟ قال: وكان فقيرا ويسكن مكة، انتقل إلى دمشق، قال له: ألست الذي يقول جئت؟ قال: ما الذي جاء بي؟ قال: عندي قصيدة، هو يوري على أنه محتاج، يريد عطية من الخليفة وهدية وجائزة. فلما سمع الخليفة ذلك قال له: ألست الذي تقول لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني؟ قال: أنت تقول هذا وأنت تفعل عكسه، تقول أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، تجئت من مكة إلى دمشق تبحث عن الرزق فكيف تقول إنه سيأتيني؟ فانكسر قلبه وتسلل لما انشغل الخليفة بشيء إذا به يتسلل من مجلسه ويخرج، وركب ناقته وتوجه إلى مكة. الخليفة بالليل ذكره، فلما ذكره قال: ماذا فعلت؟ رجل من قريش ومن بيت الله الحرام وشاعر أصيل وله ذكر جميل، أرده هذا الرد؟ هذا ليس من فعلي، النبلاء. فنادى وزيره ومستشاره حاجبه، قال لهم: تبحثون عنه تأتونني به الآن. فلما ذهبوا قالوا: خرج. فقال لهم: خذوا له فرسا ولباسا وجارية وألف دينار ذهبا، واذهبوا بها إليه. فكانوا يذهبون، حملوا ذلك وذهبوا، فقيل لهم: خرج فتبعوه، قيل: نزل هنا ورحل فتبعوه، نزل هنا ورحل، نزل هنا ورحل، إلى أن دخلوا مكة فسألوا عن بيته، ودق مبعوث الخليفة داره، فلما دق داره فتح الباب، قال: من أنت؟ قال: أنا مبعوث الخليفة، وقد أبلغك السلام وقال لك: لقد جئتنا فانشغلنا عنك فسامحنا، وقد جاءتك عطيتك بعث لك بكذا وكذا وكذا مما لم يكن يحلم به. قال له: قل للخليفة: لقد قلت كما قال لي، لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، ولكنني قلت بيتا آخر يظهر أن الخليفة لا يحفظه. قالوا: وما هو؟ قالوا: قلت لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى إليه فيعيني تطلبه، ولو بقيت ببيتي هو يأتيني. وقد جاءه رزقه إلى بيته ودق عليه الباب، وكان أمر الله تعالى قدرا مقدورا.